مسيرة 3 كيلومترات على شارع الجميرة مقابل 30 درهما هي حملة أطلقتها دبي للعطاء لمساعدة أطفال لا يملكون القدرة على الذهاب إلى المدرسة في كثير من البلدان النامية. آمال الرضا أخصائية تنمية موارد مالية من دبي العطاء شاركت في تنظيم هذا الحدث. هاي ثاني مرة نطلق حملة من مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم. الهدف من المسيرة أولاً هو نشر الوعي بين أفراد مجتمع الإمارات عن أهمية توفير التعليم الأساسي للأطفال في الدول النامية، وأيضاً نوفر يعني فرصة لمجتمع دولة الإمارات أنهم يعيشون أحد التحديات اللي يعيشها الأطفال في الدول النامية، وهي أنهم يمشون مسافة 3 كيلومتر كل يوم عشان يسيرون. المشاركة لم تكن حكرا على عمر أو جنسية، الكل هناك كان متحمسا لتحقيق هذا الهدف. We're here to celebrate a good cause. أنا من لبنان، جيت لهون لأنه كنت بدي أساعدهم لدبي كيرز. I'm a teacher. I work in schools. So the aspect of Dubai Cares and the work for education is very important to me. I've come here to support. It's the least what I can do. حيايين مشتركين بالسعادة في الوكاثون ومساعد الإدوكيشن.